أسئلة كتير بتتسأل، أخد واي بروتين إمتى؟ أسئلة كتير بتتسأل، أخد واي بروتين إمتى؟ أخد كام سكوب منه؟ أخده يوم راحة ولا لأ؟ لو بطلت وأخس ولا هزيد؟ الأسئلة دي كلها هنجاوب عليها النهاردة. أهم سؤال والسؤال اللي بيتسأل دايما كتير، أخد كام سكوب؟ الواي بروتين ده بروتين زي البروتين اللي في الفراخ واللحم، ده معناه إيه؟ ده معناه أنت بتشوف أنت بتاخد كام بروتين، ده معناه إيه؟ ده معناه أنت بتشوف أنت بتاخد بروتين قد إيه من أكلك وتكمل الباقي من الواي بروتين. الإجابة دي بتتحدد حسب نظامك الغذائي، مفيش حد ياخد قد التاني، في واحد ياخد سكوب اتنين تلاتة أربعة، ده على حسب نظامك الغذائي. الواي بروتين عبارة عن بروتين زي اللي في الفراخ واللحمة والسمك، انت بتشوف احتياجك من البروتين قد ايه وتشوف انت مش هتقدر تكمله بالأكل فتاخده في واي بروتين. امتى المفروض اخد الواي بروتين؟ في دراسات بتقول ان اخد الواي بروتين قبل التمرين عشان يساعدني في التمرين، في دراسات اكتر بتقول ان انا اخد الواي بروتين بعد التمرين عشان يساعدني في الريكفري الاستشفاء، ممكن تاخده اول ما تصحى في نص اليوم وقبل ما تنام، بس في ابحاث كتير بتقول ان انت لو خدته اول ما قبل التمرين في ابحاث كتير بتقول ان انت لو خدته قبل التمرين هيساعدك في التمرين، في ابحاث اكتر بتقول ان انت لو خدته بعد التمرين هيساعدك في الاستشفاء. على كل حال انت يعني ينفع تاخد الواي بروتين في اي وقت بس يكون في حسبة السعرات الحرارية بتاعتك. في انواع كتير من الواي بروتين زي الواي بروتين كونسنتريت والواي بروتين ايزوليت والواي بروتين كازين. لو انت حد عندك حساسية من اللاكتوز فاحسن ان انت تستخدم واي بروتين ايزوليت عشان بيكون فيه لاكتوز قليل جدا فمش هيأثر عليك. هل ينفع استخدم الواي بروتين في ايام الراحة؟ طبعا ينفع. ليه؟ عشان الواي بروتين ده عبارة عن بروتين انت مش بتقدر تاخده من الاكل، جسمك مش بيقدر يستوعبه من الاكل عشان مش بتاكل اكل كتير فيه بروتين، فلازم تاخد البروتين النسبة بتاعتك في ايام الراحة زي ما بتاخدها في ايام التمرين ممكن اكتر كمان. ليه؟ عشان جسمك في ايام الراحة بيعمل استشفاء وبيكبر عضلات فلازم تاخده في ايام الراحة كمان. عايز اخس ولا عايز زيد؟ ايه نوع البروتين اللي اخدوه؟ تاني هنقول البروتين ملهوش دعوة بانت عايز تخس ولا عايز تزيد. القاعدة الاساسية في الموضوع ان انت تشوف الكالوريز بتاعتك السعرات الحرارية بتاعتك، لو اقل من السعرات الحرارية اللي انت لازم تاخدها هتقل، لو زيادة هتزيد. بس في قاعدة عامة بنستخدمها، ما ينفعش اكون عايز حد اقلل وزني واروح استخدم ماس جينر بروتين ماس جينر، وما ينفعش اكون عايز ازود وزني باخد الايزوليت. ليه ما ينفعش بقى؟ عشان الجينر بيكون فيه كاربس اكتر وفات اكتر وبروتين اكتر، فما ينفعش اكون عايز اقلل واخد جينر. نفس الحاجة ما ينفعش اكون عايز ازود واخد ايزوليت عشان بيبقى فيه بروتين اقل وفات اقل وكاربس اقل. وشكرا لكم، باي.